زلمة ده صغيرك بديسي السي عادل سلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالسي عادل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مرحبا في هذا البث الجديد في إطار يعني الدردشة معكم ومحاولة قضاء بعض الوقت نستغله في إطار الاستفادة وبعض النفع. المرة السابقة لما كنا قد يعني جعلنا البث المباشر كان عبارة على نشاط مع الوالد اللي هو نشاط رياضي، وكان فيه القضية ديال الألغاز الفقهية. مرحبا بالسي عادل خليل، مرحبا بطالب العلم. قلنا كان فيه بعض الألغاز الفقهية وبعض الفوائد التاريخية وفوائد أخرى. المسألة ديال الألغاز الفقهية أرى أنها زوينة مفيدة كتنشط. نحاول أننا مرة أخرى عاوتاني نطرحوا بعض الألغاز ونشوفوا التفاعل ديالكم. نطرحوا ألغاز فقهية ونشوفوا التفاعل ديالكم. نتمنى أن الحاضرين معنا يتزاد العدد ديالهم، ونبدأ بإذن الله. الآن الحاضرين لعلهم تجاوزوا 3. نبدأ اللغز الأول. اللغز الأول يقول: ماذا تقول في رجل مسلم عاقل بالغ غير جاهل؟ رجل مسلم عاقل وبالغ وغير جاهل، يعني يعلم ماذا سيفعل. أهديت له ميتة فأكل منها وهو غير جائع ولا مضطر ولم يكن في ذلك آثما. رجل مسلم عاقل بالغ، يعني عالم بأنه أهديت له ميتة، بأنها ميتة، عارف بأنها ميتة، ولم يكن لا جائعا ولا مضطرا إلى أكل هذه الميتة، ومع ذلك لا إثم عليه. مرحبا سي عزيز، الله يحفظك أخي عزيز. سي مصطفى علي، ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبلغ الوالد، يسلم عليك سي مصطفى. شكرا شكرا. قلنا هذا اللغز هو رجل مسلم عاقل بالغ يستوعب، يعني عالم بما سيفعل. أهديت له ميتة فأكلها من غير يعني اضطرار وليس بآثم. هاي الأجوبة بدأت تظهر، تبارك الله الشباب. سي مبارك السوسي، السمك يعني أهديت له ميتة اللي هي عبارة عن سمك، كذلك سي مصطفى يقول السمك. نعم بالفعل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن لما سئل عن ماء البحر فقال: الطهور ماؤه، الحل ميتته. وفي الحديث الآخر: أحلت لي ميتتان، يعني دمان الكبد والطحال، وميتتان السمك والجراد. فالسمك والجراد من الميتة التي استثنيت من عموم يعني تحريم أكل الميتة، كما أن الميتة قد يضطر الإنسان إلى أكلها في حالة اضطرار. نعم سي عادل الزيني، بارك الله فيك، كذلك قال السمك. مرحبا سي إلياس، مرحبا بالسي حمزة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا اللغز الأول الذي ذكرنا وهو أنه هذا رجل عاقل مسلم بالغ عالم ليس بجاهل، يعني عالم بما سيفعل. أهديت له ميتة وهو غير ليس بجائع ولا مضطر، وأكل هذه الميتة ولا إثم عليه. نعم كما أجاب الشباب بارك الله فيهم بأنه السمك. إذا نمر. نعم سي إلياس هو السمك، مرحبا بالسي مهدي. نمر للغز الثاني. اللغز الثاني يقول: ما تقول في عبادة لا يمكن أن يفعلها على وجه الأرض إلا إنسان واحد؟ إنسان واحد هو الذي يمكن أن يفعلها في وقت معين، في آن واحد لا يمكن أن يفعل هذه العبادة إلا رجل واحد على وجه الأرض. ثم إذا هذا الرجل يعني فعلها وحيد، يعني آنذاك يأتي ممكن أن يفعلها شخص آخر، فما هي هذه العبادة؟ شكرا سي مهدي.
شكرا، تصف هذه المواضيع بالتافهة، شكرا، ما عندنا ما نقوله لك، لأن كل ومقاييسه في قياس التفاهة، كل ومنطلقاته ودوافعه في التمييز بين التافه وبين المفيد، بين الغت وبين السمين. فمن يعتبر المسائل المعلومات الفقهية التي الآن جعلناها عبارة عن ألغاز فقهية، والإنسان سواء يعرف ذلك فهو يعني نتذاكر فيما بيننا، أو لا يعلم فسيتعلم يعني الأحكام. هناك من يرى أن هذا مجرد تفاهة، وفي المقابل قد الجميلة، هناك من قد يرى البرامج الحامضة هي التي حقيقة ليست بتفاهة. شكرا سي مهدي، أتمنى أنك تبقى معنا، قادر على أنك تستحمل التفاهة ديالنا. نرجع للغز ديالنا، سي أنس الخنشي قال الحجر الأسود. نعم، هو ليس الحجر الأسود، الجواب المضبوط كما قال السي إلياس تقبيل الحجر الأسود. نعم، هو السي حمزة لمس الحجر الأسود. اللمس قد يمكن يحصله جوج الناس، لأن كما تعلمون هذيك المكان المخصص للحجر الأسود في أحد أركان الكعبة، هذاك المكان اللي كيبان بيض هو عبارة على يعني شيء فضي، والداخل ديالو يظهر بأنه أسود. وللفائدة هذيك الذي يظهر كحيز أسود داخل هذاك الآنية الفضية، هذاك الحيز كله الأسود، راه ماشي كله الحجر الأسود، هذاك فقط فيه واحد الحجيرات صغيورين هما اللي ملصقين في هذاك الأسود، راه ليس كله حجر أسود، كاين حجيرات صغيورين هما اللي تبقاو من الحجر الأسود، ففقط هذوك الحجيرات الصغيورين هما الحجر الأسود. إذا الجواب نعم على اللغز هو تقبيل الحجر الأسود، هي العبارة. بارك الله فيك السعادة. نعم، نحن الذي جاوبنا ونامور. قلت نعم، هذه هي العبادة التي لا يفعلها إلا فرد واحد في نفسي الآن، لأن هذاك المكان وهذاك الحيز ما يمكن أنك تقبل هذوك الحجيرات اللي هو الحجر الأسود إلا شخص واحد، ما يمكنش جوج الناس في نفس اللحظة يقوموا بتقبيل الحجر الأسود. إذا نمر للغز الثالث. وبالمناسبة هذه مجموعة الألغاز أعدها الشيخ محمد أمين الجندي، وهي منشورة في موقع ملتقى أهل الحديث، أنا حتى نجد ألغاز كثيرة وبسهولة اعتمدتها. اللغز الثالث، ما تقول في شيء يجوز إهداؤه ولا يجوز بيعه؟ ما تقول في شيء يجوز إهداؤه، يجوز أنك تهديه ولا يجوز بيعه، ما يمكنش أنك تبيعه. مرحبا سي سمير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سي منصف أبو حفصة، الله يجزيك بخير، مرحبا، بارك الله فيك. قلنا اللغز الثالث هو ما تقول في شيء يجوز إهداؤه ولا يجوز بيعه، ممكن أنك تهديه وحرام أنك تبيعه، لا يجوز أن تبيعه. ما هو هذا الشيء؟ ما هو الشيء الذي يجوز أن تهديه ولا يجوز لك بيعه؟ لتقريب السعادي. نعم سعادي، السعادي قال لك البطانة، أي هي الجزء من ذلك الكل. نعم قال هو البطانة، اللي هي البطانة دي الأضحية، لما قال البطانة يقصد بها البطانة دي أضحية العيد. نعم، اللحم وكل ما يتعلق بأضحية العيد لا يجوز بيعها، ويجوز يعني إهداؤها ويجوز التصدق بها، لكن بيعها لا. سي عمر، بارك الله فيك سي عمر. الأستاذ أبو يحيى محمد قال الكلب. الكلب يوجد من يقول بجواز بيعه، المهم ليس الكلب، المقصود هي أن لحم الأضحية والبطانة ديالها ولا الرأس ديال الأضحية، بل حتى أنه الجزار عندما يتكلف بسلخ أضحية المسلم فهو يأخذ أجرا، لا يجوز أن يعطاه الأجر من الأضحية، ما يمكنش تعطيه الأجر دياله ديال الجزار اللي غيذبح لك الأضحية أو أنه يسلخ لك، ما يمكنش تعطيه من الأجر بعض الأضحية. مثلا تقول ليه أنا غنعطيك الرأس
ونعطيك البطانه ديال الاضحيه ونعطيك حتى الفراقش مثلا، وغتنقص ليا في الثمن ديال الذبح وديال السلخ. لا، بل الاجر ديال الاضحيه خصو يكون خارج من الاضحيه، وديك الساعه لما تعطيه الاجر ديالو الا بغيتي تهديه لتهديه هذه الامور هذه اللي هي الراس ديال الاضحيه او بعض لحمها او ذلك فلك ذلك. نعم، بارك الله فيكم الاخوه الافاضل. انوار غريسي، نبيل سي انوار، مرحبا. يقول خروف العيد، نعم اضحيه العيد وما يتعلق بها. سي سمير، بارك الله فيك، نعم الاضحيه. سي الياس، لحم الاضحيه. سي سمير ايضا، نعم لحم الاضحيه. ابو يحيى محمد، اسدي وجوزيتي الفردوس، اخي ابا يحيى جوزيتي الفردوس. اذا نمر الى اللغز الرابع ونستمر في تفاهتنا على قول ذلك المعلق، نستمر في ما نعتبره نحن يعني امورا جاده، بل امورا مما يجب للعبد اذا لم يكن يعلم انه ان يتعلم هذه الاحكام التي بها يعرف كيف يسير في طريقه الى الله عز وجل، عالما بما اوجب الله عز وجل عليه من الحلال فيفعله ومن الحرام فيجتنبه، عالما بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، عالما بكتاب ربه وباحكام دينه. بارك الله فيك الاستاذ عادل، الاستاذ عادل الخدرون من مدينه تطوان، تلميذ الشيخ ابو خبزه رحمه الله. بارك الله فيك السي عادل، الله يجزيك بخير، بارك الله فيك. بارك الله فيك السي انوار. نمر قلنا الى اللغز الرابع وهو ونصه: ما تقول في رجل مسلم قادر بالغ عاقل صلى ولم يسجد في صلاته سجدة واحدة متعمدا وصلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة؟ ما تقول في رجل مسلم قادر بالغ صلى صلاة من غير أن يسجد فيها سجدة واحدة ومع ذلك صلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة، لا يؤمر بإعادة الصلاة؟ بارك الله فيك سي سمير، مرحبا الأخ محمد أبو مصعب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام، السلام عليك سي محمد. شكرا. مرحبا سي عزيز، ورمضانك أكثر بركة وتقوى، وتقبل الله منا الصيام والقيام ووفقنا لختم كتابه ختمات عديدة. سي عادل تبارك الله حاضر معنا بقوة وبنباهة، يقول صلاة الجنازة، كذلك الأخ محمد أبو مصعب صلاة الجنازة، الأخ سمير دوش نعم صلاة الجنازة، الأخ عزيز صلى صلاة الجنازة، وتبارك الله عليكم راكم حاضرين. وأحيانا نرى مسألة اللغز لا تكون من جهة أن الإنسان يعني قد يجهل المعلومة أو يجهل الحكم، لا، فقط قد يكون اللغز بعبارة تلتبس على الإنسان فيحتاج أن يعمل بعض فطنته وبعض ذكائه. السي حمزة مشى أبعد وقال أن الصلاة على النبي، لا، هذه صلاة يشترط فيها الوضوء، الصلاة على النبي لا يشترط فيها الوضوء، وخا ما قلتش هذا. نعم صلاة سي سعيد يقول صلاة الجنازة، نعم بارك الله فيك. سي محمد نعم صلاة الجنازة. الأخ إلياس قال راكب الدابة، هو سيسجد وإن كان لن يسجد، راكب الدابة لن يسجد بصفة السجود العادية التي تكون في الصلاة الفريضة وهي على الأرض على السبعة جوارح، لكنه سيسجد بما راكب الدابة غيكون يصلي، سواء أومأ برأسه أو أومأ وهو يومئ برأسه كأنه سجد، يعني راه فيها السجود، بخلاف صلاة الجنازة أو حتى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في اللغز أنه لابد أن يكون على وضوء، خلاف صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لا يشترط فيها الوضوء. نعم، إذن ما دام ما قلتش أنا في الأول الوضوء، إذن تصح كلا الصلاتين على أجوبة الإخوة بارك الله فيكم، صلاة الجنازة وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نمر إلى اللغز الخامس: ما تقول في طائر من الطيور يصاد ثم يشوى وهو حي ويؤكل من غير ذبح ولا تذكية ولا حرج في ذلك؟ ما تقول في طائر من الطيور يصاد ثم يشوى وهو حي ويؤكل من غير ذبح ولا تذكية ولا حرج في ذلك؟ حتى لا يكون أكثر هذا اللغز أكثر التباسا، شيء يطير، حتى لا قد البعض
مرحبا سي رفيق. كان سؤالنا السابق سي رفيق هو على رجل صلى صلاة من غير ركوع ولا سجود وصلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة. قد يكون هذه القضية ديال لا يؤمر بالإعادة هي اللي فيها تخصيص بأنها صلاة الجنازة، وخا ما قلناش مسألة الوضوء، لأن من يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ليس لا يؤمر بالإعادة، بل يراد منه الإعادة ويطلب منه الإعادة في الصلاة على النبي عليه وعلى آله وصحبه يعني وسلم تسليما كثيرا، الأجر الكثير في تكرارها وفي إعادتها. اللغز الآن هو رجل يعني أكل، أنا بدأت الأجوبة، سي سعيد يقول الجراد، سي محمد أبو مصعب يقول الجوع دابا ناكل بريشو أضحك الله سنك. نعم هو الجراد، سي إلياس كذلك يقول الجراد، وسي حمزة يقول الجراد، وسي أبو يحيى محمد يقول الجراد. نعم هو الجراد، فهذا يطير ويؤكل قد يقلى ويشوى في وهو حي ويؤكل من غير ذبيحة. سي سمير قال هل هو يسأل هل هو من الطير، هذيك الشيء قلت أنا هو شيء يطير، فيوجد من يصفه من الطيور وقد يوجد من يصفه من الحشرات أو غير ذلك، فهو شيء يطير، فالجراد يطير. إذا نمر إلى لغز آخر حتى نستغل الوقت أكثر، راه قربت أقل من ساعة على الأذان. اللغز السادس، أقول لغز من عندي وأرجع إلى هذه الألغاز. لغز فيه رجل توضأ وضوءا كاملا وصحيحا، رجل توضأ وضوءا كاملا وصحيحا ولا لا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء. رجل توضأ وضوءا صحيحا كاملا ولا يمكن أن يصلي بهذا الوضوء، من هو هذا الرجل؟ بارك الله فيك سي حمزة وحفظكم الله أيضا من كل سوء، بارك الله فيك سي أبا يحيى. قلنا اللغز يقول أن رجل توضأ وضوءا كاملا وصحيحا، يعني وضوء ديال الصلاة، ولا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء. بغى يصلي وهو موضي بهذا الوضوء، لا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء. سي عادل يقول الميت، لا هذا رجل حي، احنا قلنا له لا يجوز له ان يصلي، اما الميت ان اعتبرت الغسل وتغسيله ذلك تطهير له ورفع للحدث له، لكنه ميت اصلا ما رفع عنه القلم يعني مره، نسال الله عز وجل اننا كنا في ذلك المقام ان يغفر لنا ويتجاوزنا ويرحمنا برحمته ويجعلنا من عباده الصالحين المكرمين المنعمين. لا ليس الميت، قلنا هذا رجل راه مازال حي وممكن أو يصلي، غاد الوضوء هذا اللي توضاه لا يمكن له أن يصلي به. سي عزيز أبو عبد الله، قبل منك سي عزيز يقول الأخ محمد أبو مصعب ربما النية أو هو الميت، لا قال سي عزيز أبو عبد الله الجنوب. كيف الجنوب؟ كيف سي عزيز الجنوب؟ ماذا تقصد بالجنوب؟ سي سمير أيضا يقول، سي سمير الدوش يقول الوضوء بعد القضاء من الحرث من إتيان الحرث، يعني من إتيان الحرث. نعم سي عزيز، نعم سي سمير هو ذلك المقصود، لأنه يستحب لمن أتى زوجته، لمن هو جنب بعد أن أتى زوجته، لمن هو جنب إذا أراد أن ينام أو أراد أن يأكل يستحب له الوضوء. الرجل سي إلياس يقول مغسل الميت وأكل لحم الجمل، لا ليس همان، بل هو الرجل الذي أتى زوجته فصار جنبا. الرجل الجنب إذا أراد أن ينام أو أراد أن يأكل يستحب له أن يتوضأ قبل فعل هذين الأمرين، قبل أن ينام أو قبل أن يأكل. فإذا هذا هو هذا الوضوء ما يمكنش يصلي به، لأنه هو فقط توضأ الوضوء الأصغر، مش يرفع الحدث عنه الأكبر اللي هو الاغتسال، لا هو فقط توضأ. فإذا هذا هو
الرجل الذي توضأ وضوءا صحيحا ولا يمكن له أن يصلي به، هو الرجل الجنب إذا أراد أن يأكل أو أراد أن ينام جعل النبي صلى الله عليه وسلم لنا الوضوء استحبابا، أن هذا من الوضوء الذي يستحب للعبد، وهو أن تتوضأ من الجنابة إذا أردت أن تنام أو أردت أن تأكل. الأستاذ عادل هلول، أحبك في الأخ إبراهيم، بارك الله فيك أستاذ عادل هلول، بارك الله فيك ونفع الله بك وبالمركز الذي تشرفون عليه وتقبل الله منكم جهودكم. الأخ محمد يقول حتى لمن توضأ بنية أن يدخل السوق أو لقاء ملك، ليس لي علم هذه المسألة، ربما نعم حتى من أراد أن يدخل السوق أو لقاء ملك، أنا لا علم لي بهذه المسألة، لكن كما قلت الرجل الجنوب، الرجل الجنوب إذا أراد أن يأكل أو أراد أن ينام فيستحب له أن يتوضأ الوضوء رفع الحدث الأصغر ثم عاد يفعل هذه الأمور. سي عزيز يقول الوضوء وحده غير كافي لرفع الجنابة، نعم سي عزيز هذا الوضوء غير كافي لرفع الجنابة، إذن هو راه وضوء فقط للأكل وللنوم، إذا راه ما يمكنش يصلي به، لأنه إذا أراد أن يصلي فيجب عليه أن يرفع الجنابة، يعني أن يغتسل غسل الجنابة. سي عز الدين نعم هو هذاك الذي توضأ بعد الجماع، نعم. سي أبو يحيى محمد يقول ربما الوضوء من غير نية، إذا كان الوضوء فاسد أو الوضوء غير صحيح هذا نقول أن وضوءه مش صحيح، كنقول وضوء مش صحيح، ماشي لا، هذا رجل توضأ وضوءا كاملا صحيحا ثم ولا 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 يمكن أن يصلي به، هو الذي قلنا الرجل الجنب إذا أراد أن ينام أو أراد أن يأكل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى الغاز الشيخ محمد أمين الجندي، اللغز السادس يقول اسمحوا لي أن نشوف الوالد صون عليك شهر ولا الوقت، لا لا ممكن تسهل، لا لا ممكن تسهل، وقال شيء يمكن الصور جميلة. قلنا نمر إلى اللغز السادس، متى تكون قراءة الإمام يوم الجمعة سرية؟ متى تكون قراءة الإمام يوم الجمعة سرية؟ متى تكون قراءة الإمام يوم الجمعة سرية؟ اللغز السادس، سمو محمد أبو مصعب يقول أن مسألة من أراد دخول السوق ومن أراد الدخول على الملك هو كذلك يدخل في اللغز الذي ذكرنا سابقا. غواية يا أبا مصعب، هل هذا الذي يستحب له الوضوء عند دخول السوق أو عند الدخول على الملك، واش هذا الوضوء ما يمكنش أنه يصلي به؟ يعني يستحب له الوضوء، هذا شيء يستحب للمرء أن يفعل أمرا وهو متوضئ، مثل يستحب لنا أن نقرأ القرآن من المصحف ونحن متوضئون، هذا مستحب على القول، هذا مستحب، لكن هذاك الوضوء يمكن أن نصلي به، لكن الوضوء الأول ديال الجنب اللي ذكرنا هذاك ما يمكنش يصلي به. اللغز الذي قلت الذي أن رجل الإمام يصلي صلاة الجمعة سرية متى؟ يقول سي عادل العصر، لا ليس العصر، ليس العصر، هذه صلاة الجمعة، صلاة الجمعة سيصليها سرية. سي عزيز يقول في صلاة العصر، لا ليست صلاة العصر. سي سمير كذلك يقول صلاة العصر، في صلاة العصر لا. سي رفيق حمديس يقول إذا ألغيت الجمعة، إذا ألغيت الجمعة قد يكون هذا استثناء، يعني هذا يعني استثناء اللي هو ستتحول إلى 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 ظهر حال الذي وقع لنا الآن في هذا، لكن لا، هذا أمر معتاد أن يقع، ولو أنه يقع ربما يقع مرات قليلة، لكنه من غير أن تلغى الجمعة، هي ألغيت لحكم متعلق بها آخر، فليس المقصود هذا قولك ألغيت الجمعة عموم، أريد شيئا مخصوصا، وراه سبق السنوات التي مضت عشنا هذا الأمر هذا كم من مرة. الأخت إيمي إيمان تقول لا وافق يوم الجمعة يوم عرفة، نعم أحسنتي، هذا هو الجواب، إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة
فإننا نصلي صلاة العيد لكن الظهر نصليها، الجمعة نصليها ظهرا فتكون سرية، لأن احنا نجتمع في صلاة العيد وصلاة الظهر نصليها حتى في بيوتنا، الإمام يصليها في المسجد فيقيمها صلاة ظهر فقط. في هذه الحالة غتكون عنده صلاة الظهر سرية، صلاة الجمعة سرية، لأنها هي يوم يوافق يوم عرفة يوم جمعة. بارك الله فيك سي محمد، يقول نعم لأنه نوى هذه الأمور فقط ولا أعلم، جزاك الله خيرا. سي الوزاني المجدوبي يقول في البيت، نعم هو إذا صليتها في البيت هذيك راه يعني أصلا غتصليها ظهرا، أو مثلا إنسان مسافر ما غيمشيش يشهد الجماعة اللي هي الجمعة غيصلي الظهر. لا، المقصود كما قلنا هي إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة. مرحبا بالسي نور الدين، يلا دخل قال جيت معطل ما فهمتش. كان اللغز السي نور الدين يقول متى يصلي الإمام صلاة الجمعة سرية، متى يكون الإمام يصلي صلاة الجمعة سرية؟ فكان الجواب كما قالت الأخت إيمان، إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة. ماذا قلنا؟ اسمح لي انا، اسمحوا لي انا راني شويه قلبت المساله. نعم، صلاه الجمعه اذا وافقت يوم عرفه فان الامام يصلي بهم الظهر والعصر جمعا قصر وتكون سريه. الامام اللي كيكون يصلي بالحجاج يوم عرفه ماذا سيصلي بهم؟ لان الذي يصلي يوم عرفه فشنو كيصلي؟ كيصلي الظهر والعصر، كيجمعهم وكيصليهم سريه، فسيصلي هكذا، يعني غتكون صلاة الظهر ولن تصلى جمعة. الإمام اللي غيكون في عرفة غيصلي بالناس صلاة الظهر ولن يصليها صلاة جمعة. نعم سي عز الدين، يوم عرفة. سي محمد أبو، بارك الله فيك سي محمد أبو مصعب. إذا نرجع اللغز السابع، وهو رجل أما المصلين وفخذوا بادية وصلاته صحيحة كيف؟ هذا اللغز كنا قلناه المرة السابقة، اللي ما كانش معنا في المرة السابقة ممكن أن يجيب على هذا اللغز. رجل أما المصلين وفخذوا بادية وصلاته صحيحة كيف؟ قلنا اللي كان معنا في المرة السابقة في البث المباشر الآخر كنا هذا اللغز ذكرناه، رجل صلى بالناس إماما وفخذوا بادية وصلاته صحيحة. ومعلوم أن من شروط الصلاة ستر العورة، أحد شروط الصلاة ستر العورة، والفخذ من عورة الرجل. هذا الرجل صلى بالناس إماما وفخذه بادية ومع ذلك صلاته صحيحة، فكيف ذلك؟ كيف ذلك؟ رجل أما الناس وصلى بهم وفخذوا بادية وصلاته صحيحة، كيف؟ ما حل هذا اللغز لمن لم يشهد كما قلنا معنا سابقا البت السابق؟ لأن بحال سي حمزة يقول ما معنى بادية؟ وهذا ما أنت اللي خصك تجاوبنا، احنا قلنا اللغز وأنت اللي خصك تجاوبنا سي حمزة. لأن اللغز أحيانا يكون متعلق بكلمة واحدة فقط، يعني بلفظة واحدة كتكون هي اللي فيها سر اللغز. قال سي سمير في لباس الحرم، يعني الإحرام تقصد في لباس الإحرام؟ لا، لباس الإحرام كذلك يجب أن يستر عورته، حتى هو يجب أنه يكون في كلامنا على الفخذ، يعني واجب أنها تكون مستورة. سرافيق يقول كذلك إذا كان محرم، الفخذ يجب عليه أن يسترها كان محرما أو كان متحللا. إذا بغى الإنسان يصلي لا بد أن يستر أن فخذه. بالنسبة للمحرم، المحرم في أصله يستر عورته، المحرم راه اللباس اللي كيكون لابسه من الأسفل راه يكون من السرة إلى الأسفل، راه كيكون أصلا هو ساتر العورة دياله. الأخت
انت تقول اظنك كنت معنا في البث السابق، ولا ربما ما دركتيش اللغز لانك في الغاز اخرى كنت اجبتي. تقول للاخت ايمان فخذه معناها عشيرته، يعني الفخذ تطلق على العشيره، وباديه اي يسكنون الباديه. نعم احسنتي، هذا هو الجواب. هذا الرجل الامام راه ماشي الفخذ ديالو اللي هو العضو اللي يجب ان يستره، واللي داخل في العوره ديالو ويجب عليه ان يستره، راه الفخذ ديالو اللي عريانه باديه زعما ظاهره. لا، هو فخذه يعني عشيرته من الباديه، قبيلته من الباديه. اما هو راه ساتر لابس جلابه ولا لابس قميص. ظاهرة يمكن سي عادل، ظاهرة نعم بادية هي ظاهرة للمصلي. لكن الإنسان كيصلي وقلنا له راه فخذك أنت بادية لا تجوز صلاتك لأن عورتك ظاهرة اللي هو الفخذ. هذا لا، فخذه يعني عشيرته من البادية. أنا اللغز، اللغز متعلق بهذه اللفظة، لفظة بادية. سي نور الدين مرجان يقول هذا الشيء اللي كتجيبه ما عمرنا شفناه ولا سمعناه من قاع الخابيه. مرحبا سي نور الدين، هذاك الشيء اللي بغينا، انا بغينا الخليع، نجبدوا داك الشيء اللي مخبي نجبدوه ونستفيد، نتذاكر فيما بيننا ونستفيد. مرحبا بسي فريد يقول الفخذ هو عشيرته. نعم احسنت، هذا هو الجواب. سي سمير يقول الفخذه هي القبيله. نعم احسنت سي سمير، هذا هو المقصود به، ان هذا الرجل فخذته اللي هو عشيرته من الباديه، هو اصله من الباديه، لكنه امام لابس لباسه وساتر العوره ديالو، وقد اتى بجميع شروط الصلاه من غير ستر العوره، وهي رفع الحدث واستقبال القبله والنيه وازاله النجاسه، وقبلها لابد من شروط التكليف، الاسلام والعقل او التمييز والبلوغ. الاسلام والعقل والبلوغ في الصلاه التمييز، لان الطفل يمكن ان يصلي في، بل النبي عليه الصلاه والسلام أوصانا أن نعلم أبناءنا لسبع، وأنهم في 7 سنين وثمان سنين وتسع سنين نعلمهم وندربهم، لكن في 10 سنوات لابد أن يصلي الطفل حتى أننا يمكن أن ندربه على الصلاة. سي مرحبا بسي يونس من مدينة فاس، مرحبا أخ يونس. يقول لنمر إلى اللغز الآخر. سي يونس حاضر وناظر، تبارك الله عليه، أحد أنشط الناس الذين عرفتهم، تقبل الله منه جهوده وما يقوم به. مرحبا سي حمزه القنطاري السلاوي، مرحبا بك سي حمزه، بارك الله فيك سي حمزه، ودمت انت متالقا ونفع الله بك بما تقدمه انت ايضا من مواعظ ومن فوائد في قناتك على اليوتيوب. قلنا اللغز الاخر، اللغز التامي الان، ما رايك في من اكل بعدما اصبح وهو صائم وصيامه صحيح؟ هذا كذلك لغز، قلنا المره السابقه. انا هذا الالغاز ديال هذا الشيخ هذا الاول مره اقراها متتابعه، ما عمري يعني قريتها، لذلك هذا اللغزين راه قلناهم المره السابقه، ولكن اللي ما كانش معنا في البث الاخر وحضر الان يمكن ان يجيب. ما رايك في من اكل بعدما اصبح وصيامه صحيح؟ ما رايك في من اكل بعدما اصبح وصيامه صحيح؟ وما تقولوش لي هذا راجل مسافر، حيت إذا كان راجل مسافر وترخص وأكل ما نقولوش لي صيامك صحيح، لأنه أصلا أفطر ما صامش. وكذلك المريض المترخص إذا يعني أكل في الصباح ما يمكنش نقول له راه صيامك صحيح، هو راه أكل، يعني هو راه ماشي صام، هذا يعني ترخص وأفطر، هذا سيقضي صيامه. لا، هذا رجل بعدما أصبح أكل وشرب حتى شبع كاع وصيامه صحيح. أنت الزين أخي يونس، مرحبا بك، بارك الله فيك. رجل، ما رأيكم في رجل بعدما أصبح ثم أكل وشرب وصيامه صحيح؟ السي فريد يقول النسيان. هذا رجل أكل وشرب حتى شبع، بقى يأكل حتى شبع. سير كذلك يقول نسي. سي رفيق يقول اكل سهوا. لا، هذا راه اكل وشرب حتى شبع، ان اللي الناس غالبا غيكون غيشرب غيتفكر، يشرب شويه يتفكر، ياكل شويه يتفكر. الفائده والدردشه. جاء رجل العلوي يسال ابا هريره رضي الله عنه، قال له لقد اكلت وانا صائم، فما وبعد وانا ناسي، هل صيامي صحيح؟ هذا شي راجل يعني تنفل. قال لي جي كليت وانا ناسي وانا صايم، قال لي صيامك صحيح. قال لي عاوتاني دزت واحد شويه
ثم اكليت وانا قال لي صيامك صحيح، قال لي راه عاوتاني المره الثالثه نسيت وكليت، قال لي انت رجل لم تعتدي الصيام، قال لي ابو هريره انت رجل لم تعتدي الصيام، لان هذاك الانسان اللي كيبغي ينفل وكيكون ماشي من عادته الصيام، يعني مره في العام ولا جوج مرات عاد هو بغى يصوم يقدر ينسى لانه ماشي من عادته انه يصوم. لذلك الى لاحظت اننا في رمضان غالبا ما كنسهاوش وناكلو، لكن الى صمتي النافله تقدر تسهى وتاكل، حيث وحنايا نصوم رمضان نكون اعتدنا ونحن نعيش جو رمضان، نعيش جو الصيام. الاجوبه نرجع لاجوبه الاخوه، قال اكل قبل الصبح، السي حمزه قال اكل قبل الصبح، قال اخت ايمان قالت اكل قبل الفجر، لكن شنو معنى اكل قبل الفجر؟ شنو معنى هذا؟ اي واحد يقوم في السحر فياكل صيامه صحيح، لكن اللغز فيه رجل، ما رايكم في رجل بعدما اصبح واكل وشرب وصيامه صحيح؟ اذا قلنا اكل قبل الفجر هذه هي عاده كل الناس انهم ياكلون في السحور يعني قبل الفجر وقبل الصبح وصيامهم صحيح. ابو يحيى يقول ربما ظن الفجر لم يطلع، لا لا هذا يعلم ان الفجر راه باقي ما طلع، او يعلم زعما عارف الشروط، ما ساهي ما جاهل ما والو. سي سمير يقول ربما نسي فسالت فسلتت له لقمه او مرت بفمه، لا لا سي عز الدين اكل سهوا، لا سي سمير في منامه قال في منامه، لا ليس في منامه. سي حمزه يقول لم يسمع اذان الصبح، لا هذا الرجل غيسمع اذان الصبح. سي محمد، سي محمود بارك الله فيك سي محمود، مرحبا سي محمود، سي محمود يحيينا ويسلم علينا ويتابعنا من ارض الحرم من مكه الطاهره، بارك الله فيك سي محمود، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على التهليه اللي تهليتي فينا في تلك الارض الطيبه. سي يونس كذلك كان معنا يقول سي محمود مرحبا، بارك الله فيك سي محمود. الاخت ايمان تقول يعني صبح، صبح شنو معنى صبح؟ شنو معنى صبح؟ ناس كما قلت قبيله القضيه كتكون في السر في اللغز احيانا في كلمه في لفظه. بالفعل كما السر اللغز الاخر كان السر في كلمه باديه، الان الكلمه السر كاين في هذيك اصبح، غير هو شنو معنى اصبح؟ شنو معنى اصبح؟ هو رجل اصبح ثم اكل وشرب. سيونس يقول بعدما اصبح لعله اكل بعد اذان المغرب لان المغرب بعد الصبح. لا 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 ليست مسألة ديال غاز، مسألة زعما قضية ترتيب وقت، أنه بعدما أصبح اللي هو صبح بعد المغرب، لا 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 ليس كذلك. هذا الرجل التسهيل هو راه تسحر في الوقت الصحوه، هو تسحر في وقت الصحوه، غا هو كيفاش القضية ديال بعدما أصبح، كيفاش القضية ديال بعدما أصبح، هذا رجل تسحر في الصحوه. السحور كيفاش كيكون السحور؟ الحال والوقت كيفاش كيكون في السحور؟ يكون مظلم لأن كيكون الليل، فكيفاش القضية؟ أخت إيمان تقول صح، شنو معنى صباح ولا الفعل؟ في أصبح راه تما كاين السر، أكل بعد الفجر الأول، لا لا هذا وقت السحور صحيح. الأخت إيمان تقول صباح يعني الضوء، إذا قول إن المصباح قول إن المصباح لأن الضوء متعلق بالمصباح، معنى أصبح يعني أشعل المصباح، فعل أصبح هنا في هذا اللغز هذا فعل أصبح يعني أشعل المصباح، هنا السر. يا كسيون سراني نسيت الجواب، هذا الرجل استيقظ في وقت السحور وكان الظلام فأشعل المصباح، سواء ديك الساعة عنده القنديل ديالو ولا اللامبا اللي في البادية ولا المصباح اللي هو حنا الآن عندنا البولة، يعني أشعل المصباح، أصبح يعني أشعل المصباح، وهو في الوقيتة ديال السحور وتسحر وصيامه صحيح. بارك الله في كاع الإخوة اللي والأخوات اللي معنا وحاضرين معنا، وتبارك الله بالخصوص على من يعني يتفاعلون. نمر إلى اللغز الآخر، هو اللغز التاسع في هذه الألغاز. يقول اللغز في ليل رمضان يباح الأكل والشرب والجماع، فما تقول في رجل يمنع من الجماع في ليالي رمضان؟ الرجل
في رمضان، كذلك المرأة. الرجل في رمضان، تبارك الله لك الأخت إيمان، نعم أنت التي أجبتي. قلنا ما تقول في رجل، في الرجل في رمضان، المرأة سواء الرجل أو المرأة في رمضان يمكن أن يأكل في ليل رمضان، ممكن أن يأكل وأن يشرب ويمكن أن يجامع الرجل زوجته. ما تقول في رجل لا يمكنه أن يجامع في ليل رمضان؟ واحد الرجل لا يجوز له أن يجامع زوجته في ليل رمضان. شكون هو هذا الرجل هذا؟ من هو هذا الرجل الذي لا يجوز له الجماع في ليل رمضان؟ سي سمير. وإذا كانت عنده امرأة حائض يمشي للثانية، إذا كان مزوج، إذا كان معدد، كانت زوجته إحدى زوجاته حائض يمشي للزوجة الثانية، ليس الذي زوجته حائض. نعم، هذاك اللي عنده مسكين غير وحده بحالي وبحالك ربما والاغلب الناس، هذاك اللي كان زوجه حائض راه يحرم عليه الجماع. ابو يحيى محمد قال انا مشيت بعيد، ربما ظننت تتكلم مع الاذان الاول، في اللغز الاخر. لا لا اخ محمد، اصبح كما قلنا المعنى اشعل المصباح. الاخ صلاح الدين ياتي ويحضر بقوه ومباشره يقول لعله المعتكف. نعم سي صلاح، صلاح دي بارك الله فيك، نعم هذا هو الجواب. هو الرجل المعتكف، الرجل في يعني في معتكفه ياكل ويشرب، لانه راه الليل راه يجوز له الاكل والشرب، لكن لا يجوز له جماع اهله، بل هو اصلا يكون في مكان المعتكف، يكون في المسجد او في مكان معتكفه، فلا يمكن ان يجد اصلا اهله امامه، فهو الرجل المعتكف لا يجوز له جماع اهله في ليل رمضان. سيونس يقول عقوبة عدم مس الزوجة، عقوبة عدم مس الزوجة، ما فهمتش السيونس معناها. ربما الذين يظاهرون من نسائهم، نعم يعني اللي ظاهر من المرأة ديالو ستحرم عليه مس. لا 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 الجواب الصحيح هو كما قالت الأخت إيمان، هو المعتكف، الرجل الذي يكون يعني معتكفا ففي ليل رمضان لا يمكن أن يجامع أهله. ممكن قياس الأخت الإيمان تقول الرجل في الصلاة وهو في الصيام والاعتكاف والحج، نعم هذه الحالات راح هي لا يجوز للرجل أن يجامع أهله فيها، لكن في الليل و يعني في الليل وني صائم يعني وقت صيام اللي هو رمضان المقصود به هو المعتكف. نعم سي فريد هو المعتكف، نعم سي رفيق أحسنت هو الرجل المعتكف. نمر إلى لغز آخر حتى مع الساعة السابعة نتوقف بإذن الله. اللغز الآخر يقول ما تقول في مصل ركع في ركعة واحدة ركوعين ذاكرا ومتعمدا وصلاته صحيحة؟ هذا رجل يصلي وف يعني ركعة واحدة ركع جوج ديال الركوع، ركوعين، ركوعين جوج ديال الركوع الفرنسية بالعربية، في ركعة واحدة ركع ركوعين وهو متعمد، تعمد أنه يركع جوج ركوع، يعني عاوتاني نعاود، تعمد يركع ركوعين وصلاته صحيحة. نعم سي أبا يحيى في الجواب في اللغز السابق هو المعتكف. قلنا اللغز يقول ما تقول في رجل ركع ركوعين في ركعة واحدة وهو متعمد، يعني ماشي ساهي، ركع ركوعين متعمد وصلاته صحيحة، فما يعني من هو هذا الرجل الذي ركع في ركعة واحدة ركوعين متعمدا وصلاته صحيحة؟ فمن يكون هذا الرجل؟ من يكون هذا الرجل؟ حمزة يقول صلاة نافلة، لا حتى صلاة نافلة يجب أن يكون فقط ركوع واحد. السي عادل الآن يسابق للجواب ويتوفق، يقول صلاة الكسوف، نعم صلاة الكسوف الخسوف، كذلك الأخ أبو يحيى محمد يقول صلاة الكسوف، نعم في صلاة الكسوف كما شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما علمنا إياها صلى الله عليه وسلم، صلاة الكسوف يكون فيها ركوعان في ركعة واحدة، يعني الصفة ديالها، وتكون فيها قراءتان. الصفة ديال صلاة الكسوف
هو أننا نكبر تكبيرة الإحرام ثم نقرأ الفاتحة ثم نقرأ ما شاء الله من القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أننا نطيل في القراءة، أن القراءة تكون طويلة، ثم نركع الركعة الأولى في صلاة